يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا مع ثاني فقراتنا اللي اخترناها للحديث عن شيء جميل كثير بالصباح، واللي هو الزهور اللي بتضفي على المكان رونق خاص ورائحه عطره بتنعكس على النفس وبتعطي الطاقه الايجابيه. تنسيق الزهور كثير مهم لحتى نحصل على هيدا المنظر النهائي والجميل اللي ممكن يعطينا هيدا الطاقه الايجابيه. لهيك معنا باليوم بالاستديو المنسق للزهور حسام سعد. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم فيكم في قناة بؤري. أهلا وسهلا فيك. والشرف يكون معكم. أهلا وسهلا فيك. يعني دائما يعني الزهور بتضيف هيك راحة نفسية على المكان، والتعامل مع الأزهار من أجمل وأرق الأعمال فينا نعتبرها. تماما. بداية نحكي عن طبيعة عملك، يعني إيمت بلشت بتنسيق الزهور؟ هيدي الخبرة قديه صار لها؟ هلا أول ما باشرت معي يعني إني هيدي المصلحة بحبها، كثير بحبها وما اشتغلت غيرها، يعني يعني بديت فيها من الطفولة يعني. يعني اول شيء فكرت فيه انه بالمصلحه هو اني بحياتي اني اسس شيء ومستقبله هيك هو مصلحه الورد. كثير بده شيء رونق حلو، احساس حلو، مرهف، ومصلحه كثير حلوه ورايقه، يعني طاقه ايجابيه. شو اللي شجعك على هذا الموضوع؟ شو اللي شجعك عليه؟ في احلى من الورد؟ ورد كثير حلو، طاقته ايجابيه كثير، و بحب هيدي الشغلات انه بده احساس، وهيدي الشيء موجود فيني انا كثير، يعني كثير حلو. من خلال يعني عملك عم تقول بلشت من فتره كثير طويله، خلينا نقول من الطفوله وانت ببالك هيدا الموضوع، شو اللي كسبته خلال هيدي السنين ك يعني عمل كتنسيق زهور؟ كسبت كثير شغلات. هلا يعني الخبره اللي صارت عندي كثير قويه كثير، يعني انه هيك فيها مجال كتير واسع بالتنسيق، يعني انه من خلال انه مثلا بيعطي شو اسمه حياة اجتماعية كتير قوية يعني، وراحة نفسية كتير قوية يعني، انه كمان ودائما في شغلات جديدة. يعني اللي بيحب المصلحة انه دائما لازم تغير شيء بالمصلحة، انه في شيء جديد دائما بالمصلحة، يعني ما بعتمد انه على ديكور معين او شيء، انك لازم كل مناسبة يغير فيها. فكتير حبيت هذه المصلحة، وانا من نوع بحب التغيير بشكل عام، بحب التغيير بالحياة. فشلون مع الورد؟ يعني كل مناسبة الى وردة، الى ديكورة، الى تغييراتها، وهالقصص هيدي. الافكار منين بتاخذها؟ وصلت لمرحلة عسيرة الخبرة والعمر، وصلت لمرحلة انه ممكن انه من الفكر، يعني لاني بحبها، اي شغله بحبها بيطلع معي كثير اشياء غريبه وحلوه، وهيك يعني وصلت لمرحله انه بيطلع معي كذا قصه يعني. وبالاضافه انه بهالمراحل هيدي اللي صرنا فيها انه بالتواصل الاجتماعي وهيك، صار كثير يعني في تطلبات على مستوى المجففات، يعني هلا صار الدارجه مثلا، السنابل، الجبسوفيلا، والاستاتيز والاستار، يعني هدول مطلوبين المجففات ببوكيات العروس. فهيدي كثير يعني نقطة انه كثير مطلوبة انه المجففات وهيك. وبالاضافة بنضيف عليها مثلا بالتنسيق الورود، صرنا بالمراحل بنضيف عليها العاب، بسكوت، سنيكار، بابلي، يعني وهالقصص هيدي، ويعني في كثير اضافات يعني شموع وهالقصص هيدي يعني. تمام. هلا نحن هلا بفصل الربيع، خلينا نحكي عن اكثر انواع الزهور الموجودة اللي بتخدم كمان بموضوع تنسيق الازهار اللي موجودة هلا بهيدا الفصل. هلا الاغلبيه موجود الجوري، المنتور، الجوري، المنتور، القرنفول، الجبسوفيلا اللي موجوده، هيدي الموجوده هلا مبدئيا هلا هيك. تمام. في بعض النواقص اذا ما موجوده من هون بنجيبها من برا، هيدي بتكون بالهنجارات وهيك، انتريوم، كازابلانكا، ليليوم، الاستوماريا، يعني انواع كثير يعني عم تذكرها. لا يمكن نحن بنشوف الورده بنقول عنها حلوه، ولكن ما بنعرف شو اسمها لهيدي الورده، يعني كل وردة إلى اسم. كل وردة إلى اسم. هلا سميت لك يا مثلا الجبسوفيلا هيدي، وهيدي مجففة. هلا مجففة تماما، وهيدي هلا بموسمها. تمام. هيدي مجففة. استاتيز هيدا المجفف طبعا، هيدا لون الموف. هيدا الموف، هيدا لون الاصفر. شو هو؟ نفس النوع ولكن غير لون، نفس النوع بس لون ثاني. تمام حلو. هيدي السنابل، السنابل هلا كثير دارجه بباقات العروس وهالقصص هيدي، فمندخلها بباقات العروس وهيك. وبالتنسيقات احيانا بيطلبوا الوان انه هيك مشان تكون مميزه التنسيقه، ما بس مثلا لون احمر مثلا تكون موجوده بس ورد، لا، مثل ما بيتطلب الورد خضار صار بيتطلب مجفف، بس بحيث يكون في تناسق بالالوان. تمام. يعني اهم شيء تناسق بالالوان. شفت هيدي الورده لونها زهر الكبيره، شو نوعها؟ هيدي لونجي.
هيدي بتعطي ريحه كثير قويه، هيدي لونجي وغريبه كثير حلوه. يعني ريحتها يعني تقريبا مثل الزنبق، يعني ريحتها قويه. قد ايه بتضاين يعني اذا نحن بنعمل ترتيبه هيك؟ بتضاين من يعني يومين ثلاثه وطالع لها 15 20 يوم. ان كانت زر بتضل شيء 25 يوم يعني. اذا كانت اصغر يعني لسه ما فتحت. ان كانت زر ايه اصغر طبعا اكيد، ولما بتحسي فيها شيء انه هيك تعبانه فبتنقص بشكل مايل مشان ترجع تسحب مي. يمكن لحالة تنسيقها ما بدها شيء معه. تمام تمام لحالة ممكن. وهيدا من برا ما شغل عنا، هيدا قرنفل صيني. ايضا نفس القرنفل الطبيعي بس قرنفل صيني. تمام حلو. شو بيميزه لهيدا البيئة اللي ممكن يعيش فيها؟ بده بارد. القرنفل بشكل عام بده منطقة باردة، فهيدا بده جو بارد. تمام حلو. تماما. طب بتحبوا اني مثلا عم نشوف الجوري كمان عم بيكون في الوان غريبه. الجوري كثير حلو يعني، في هيدا كانه داخله اكثر من لون. هيدا هو الورده، الورده الوحده فيها ملونه خلينا. ملونه هي على التشريب بقى، انه المزارع هو بيشربها بالتشريب. هيدي شو حلو. فهيدا الجوري هيدا اللون مطلوب كثير يعني. تمام. اللون الزهري اغلبيته مطلوب اكثر من الاحمر. اي هلا تقريبا اكثر من الاحمر. اي هلا في مناسبات بقى الاحمر اغلبيته بعيد الحب بيكون موجود وهيك، بس الزهري هيدا مطلوب كثير لمناسبات مريض، لمناسبات اعياد ميلاد وهالقصص هيدي. مطلوب الجوري وهيدا النوع من الورد اكثر من التوليب ولا لكل نوع من الورد له خصوصيه؟ يعني شوف كمان التوليب له خصوصيته يمكن تنسيقه الخاص كمان. طبعا التوليب نمبر 1 يعني بجماليته كلياتنا بنحبه اكيد، التوليب معروف يعني انه هيك. بس الجوري كمان، الجوري له كمان طلبيه، بس التوليب يعني الاغلبيه، بس له مراحل. التوليب ما موجود دائما يعني، تمرق مرحله بفتره الربيع بيكون موجود، بس الجوري ايمت ما طلبتين موجود الجوري. تمام. لكل نوع من الزهور يمكن ظروفه الخاصه اللي بيعيش فيها. طبعا هلأ مثل طبعاً ما عم نقول هلا موسم الجوري. ايوه. طريقة زراعة الجوري ممكن تبلش قبل لحتى نحصل عليه هلا، كيف ممكن يكون الأجواء الخاصة فيه؟ هلا هيدي بقى اختصاص المزارع، المشاتل هيدي بتكون بقى إنه زارع القصة بجددها على كيفه، إيمت بقصة، إيمت بشيلها، بقى هو وخبرته بقى إنه إيمت حابب ينتج الجوري، مثلا في مراحل بيكون الجوري سعره فيها يعني إنه خاسر بمعنى، فبشيل المزارع. هذه اختصاص المزارع انه بيشيل المزارع مشان ترجع تجدد وتعطيه مثلا بكل المواسم ممكن شو جوري موسم افضل. مثلا عيد الحب بتكون اغلى، عرفتي كيف؟ ما تكون خاسره مع المزارع لانه تمام. نحن هلا بدنا نعمل مع حضرتك على الهواء تنسيقه ل يعني هي خلينا نقول مناسبه تكون عامه تنسيقه عامه. تماما. هلا مناسبه عاديه، اي حدا جاي لعند حدا ما يبارك له او جاي مر لعنده على البيت انه بدنا نسق تنسيقها. هلا اول شيء باشر بماده اسفنج. تماما. منقصها بهذه الطريقه. هي الاسفنج اللي احنا بنحطه عليها المي مشان نقدر نحافظ على الزهور لفتره طويله. تماما. هلا هيدي مشان هيدي المراحل، هيدي منقصها هيك مشان تضل انه تشرب مي، هي مشان رضا تسحب من الورده. بنحطها بهذه الطريقة. هلا هي حتى كمان مفيدة فاتن، مو بس لمنسق الزهور، حتى كثير من السيدات بيحبوا يعملوا شيء هيك ببيتهم. تمام. لحالهم يعني يحطوا لمستهم الخاصة، فبيقدروا كمان يعرفوا هيدي التفاصيل من خلال اللي عم نعمله هلا. تماما. يعني هلا مباشر انا اخترت اللون الاورانج لأنه مميز، وهلا ما في زهر قليل جدا هيدا اللون، وهيدي الجورية حصريا. هلا محبوب اللون الاورانج دارج هالفترة. دارج ومطلوب وقليل جدا انه يكون موجود، فاخترته مع المجففات، فمشان طريقه التنسيق من قصه هيك. مشان هلا بدنا نعمل عشي مميز وشي حلو. طبعا في مواسم او في شيء دارج بيكون بالورد دارج، يعني مثلا في شيء بيكون مطلوب خلال فتره بعدين ممكن فتره عيد الحب بيكون مطلوب الاحمر. تمام. وبقيه بشكل عام كل الايام مطلوب الالوان مطلوبه، يعني هلا صرنا بزمن انه مطلوبه، يعني بوقت انه مطلوب كل الالوان، الموف الزهري كل انه كان بالاول ايام زمان انه الاغلبيه يطلبوا انه مثلا لون احمر، هيدا معروف انه الكل بده اياه احمر. صحيح. هلا لا صار مطلوب كل الالوان،
فأنا لهيك اخترت المجففات، فبتساعدني كتير لما بختار اللون الأحمر، فبتساعدني كتير بطريقة الشغل. فزبون إني بيجي بيكون راضي، بنشوف شو بده، إنه مثلا ممكن يطلب موف، موف ستاتيز هلا ما موجود، فأنا عندي مجفف فبساعده، بيكون الموف مع الأبيض كتير حلو، أو الموف مع الزهري كتير حلو. يعني فكرة الورود المجففة كتير فكرة حلوة وإلى ضيان، بتضاين أكثر من الورد الطبيعي. نحكي عن طريقة تجفيف هيدي الورود والأنواع اللي ممكن تتجفف وتضاين كمان لفترات طويلة. هلا أول ما بدك تعرضيها بخصوص المجففات بشكل عام، يعني إنه كلياتها، إنه مثلا إن سوى إن كان الجبسوفيلا أو إن كان استاتيز مثلا أو الآستر أو السنابل، أي شيء بيتعرض للرطوبة بده ينضرب. فهون نحن بالمرحلة هيدي لازم نعرضه للشمس والهواء أقل ما يمكن شي 4-5 أيام بس تياخذ النشفان. بس أخذ مرحلة النشفان فيك تحطيه بزاوية بيت، فيك تحطيه بديكور محل، فيك تنزليه بالسقف، فيك تعرضيه لأي شيء، يعني تبقى تستخدميه ديكور لأي شيء بالبيت وما بقى بيصح له أي شيء، يعني ما بيتبل ولا تجفيف على أشعة الشمس ما بيضره ولا بمكان، يعني خلينا نقول ناشف الهواء لحاله أحسن؟ هلا لا، للشمس يفضل للشمس، ما بيغير لونه، ما بيأثر على خواصه. هلا ممكن الأبيض في عندك ألوان بغير ألوانه بس بتضل على قد ما كان. هلا الأصفر بيعطي صفار أكثر، ما بيكون جاهز. بيعطي صفار أكثر. هلا رح نباشر فيها، هلا رح نباشر فيها، بيعطي صفار أكثر. ممكن تصير أحلى الوردة بعد ما تجفف. تماماً. والشغلات المجففة كتير حلوة يعني، وهلا دارجة يعني صارت مطلوبة كتير لبوكيات العروس. تماماً، مشان يحافظوا عليها كمان يعني تكون. تماماً. هيدا اللون الأبيض هيك بيصير. هيدا اللون الأبيض هيك بيصير. فهلا بنباشر نحن فيها بنحطها منشان نشكل مجففات مع بعضها، انه كلها تستخدمها. هيدي اللون يعني لون معتق كثير حلو، مجفف يعني مع الفرنش. ذكرت بضاين، قد ايه صار لون هدول الوردات مجففين وموجودين؟ هلا هدول الجبسوفيل موجود عندي شي 4 سنين، وهيدي السنه الخامسه. هيدي السنه الخامسه. كما ذكرت احيانا ممكن ما يكون موسمه لنوع الورد فيكون موجود يعني. تماما. هلا بيجي انه عندك بالربيع بيكون موجود هيدا، تمام. وبشكل عام ما بدنا نحكي انه ما انه موجود بالربيع لنفترض، او موجود بغض النظر. هلا منزل عم تنزل قصه الورد، انا طلعت لعند محل الجمله اخذت القصه، ف ممكن انا استهلكتها لكل القصه، واي محل ثاني بالمنطقه ما عندهم هيدي. لو كان موسمه ما انا موجوده، انه كلياته الله رزقه مشي حال. بس انا انه ليش جففتها، انه ايمت مطلبتيها موجوده عندي، موجوده. تمام، موجوده. سواء كان انه كموسمه ولا غير موسمه، يعني بالحالتين انه بيحتاج. هيدي ماتريك اللي هي اسمها متروكاريا، بس بنقول لها ماتريك انه اختصار، نقتصر انه هيك. كمان بتنحط مع مجففه، يعني هيدي بتعيش وضيانه طويل، بتعطي شكل حلو. هلا تنسيق الالوان مع بعضهم كمان بده خبره. طبعاً لأن احنا حطينا الأورانج مع الأصفر مع الأبيض اللي هو عاطي لون معتق، ما بقى أبيض. أيوة تماما. ممكن من الطبيعة مثلا أنت تنزل تشوف هيك شغلات تاخدها تحصل عليها لحالك؟ هلا أكيد أنا بطلع ما عندي صداقة مع الطبيعة، ما في يكمل مكملات للزهور. أنا عندي صداقة قوية كتير مع الطبيعة، فبطلع شوف إشي غريبي مثلا مثل هيدا ريش قصب. هي كمان يعني انه فينا نستخدمه مثلا منه اكسسوار، انه هيدا من الطبيعه. حتى يمكن مهما نلاحظ في اشياء ممكن ما تخطر على بالنا انه تكون موجوده ضمن زينه، ولكن اذا شفناها ضمن تنسيقه معينه كثير بتطلع حلوه. كمان فينا نستخدم الطبيعه؟ اي فينا طبعا، هو الطبيعي. مشان هلا بدنا نستخدم انه مثلا اغلبيه اللي راح يمروا ياخذوا ورد، فبيكون انه زبون جاي بده اياها سريعه، تمام؟ صحيح. السرعه مطلوبه، ومشان ما يحس الزبون انه مثلا اني طولت عليه مثلا بسايره. طبعا عم تحكي انت وعم تشتغل. مثلا اغلبيه الزباين عنده زياره مريض، يلا مستعجل وكذا بدي مر على المشفى وهيك، فهيدي السرعه مطلوبه، تمام؟ فهيدي انه يبكر شو اللون، ان شاء الله انه هيك تعجبك. هيدا مثلا قرنفل صيني، تمام؟ بكون عم حاكي زبون لارضى اكسب زبون، تمام؟ ما يحس بالوقت، تمام؟ هي الخضار
حطينا هيدا الخضار نزلنا. خلينا نقول هيدي باقة تقليدية سريعة. هيدي بقى هون الزبون شو بيحسب انه تقليدي انه هي انا سريعه بالنسبه لي انا مشان اني بالنسبه لعملك انه هي أنا هي باقه سريعه يعني تكون جاهزه اصلا بخلال خبرتي تماما انه انا في كذا طريقه هلا بتنعمل بكذا طريقه بس مشان انه الزبون اجى لعندي مثلا طلبها انه سريعه بعد اذنك بدي بوكي انه الله يخليك مستعجل كذا فهيدي الطريقه تمام بدي طريق جمع طريقه جمعهم حتى وضعهم مع بعض تمام هلا انا مثلا بعمل اياها هيك اللون كي بنختار بمكان مناسب تمام؟ هلا استخدم هيك طريق الشغل اكسسوارات قديه مهمة كمان تعطي جمالية الورد بشكل عام حلو كتير كتير حلو بس بدك تعطي معه حقه للشغل مثلا هيدا يوغا حسب الخبرة كمان نسوي هيك مشان نستفاد من منظرها بهذه الطريقة مشان كل شيء وهيدي الثانية بنغير فيها ديكور بنخيها مثل ما هي بهيدا الشكل تمام كثير ظريفة مع كل هيدا انه هون مثلا زبون مستعجل فلازم تكون موجودة وجاهزة انه بسرعة ما نطول على الزبون انت لهيك يمكن بتخلي يعني مجموعين وردات مع بعضهم تماماً وبنفس الوقت تماما بهيدي الطريقة بيكون زبون انه تمام انبسط واخذ تنسيقه حلوه سريعه وما نطته بحيث تكون جميله هلا هون طريقه اللفه ان اللف اختيار الورق كمان تماما بيلعب ضروري. دور تمام هلا بدنا نكسر اللفه تمام بحيث ما بس جماليه الورد بحيث انه الجماليه كمان مع التكسير اللفة بحيث انه تطلع انه اللفة اهم من كل شيء يعني كمان يعني كل شيء بدك تعطي حقه مثلا عطينا هون تكسير اللفة عشوائية الشغل العشوائي بالمصلحة الورد كثير بيتطلب احيانا تمام انه هيدا هيك عشوائي تمام كثير حلو هلا شو دارج للاعراس اكثر شيء حاليا الاعراس دارج المجففات للبوكيات العروس والجولي مطلوب هلا هيك حتى عم نلاقي فاتن بديكورات المنازل عم بيكون موجود الورد عم بيكون اساسي يعني ضمن الديكور حسب الوان الاساس اللي موجود هلا هيك هلا هيك صارت جاهزه كثير حلوه هلا هيك هلا هيدي بقى بتنحط بفازه يمكن وصار بالضمي ما في مشكله بنحط بفازه هلا هيك بتكون اكيد الالوان ما لازم نعجقها اذا انتبهتي على اللفه لازم تكون قريبه على الورد الورق هيدا لازم يكون قريب على الورد وعلى الخضار وعلى كل شيء انه بحيث ما تطلع معجقه بحيث حتى طريقه الهيدي لازم تكون مرتبه كلياتها وهيك بتكون صارت اوكي سريع اوكي بتكون خلصت هيك باقة الورد وهذه باقة سريعة يعني حتى يمكن شو استغرقت معك خمس دقائق كانت جاهزة بحيث بيكون راضي زبون مش الحال تفضل ان شاء الله تنال اعجابك اهم شيء دمج الالوان تنسيق تماماً. الالوان تماما عم نشوف الوان كلها متناسقة وحلوة يعني مثل ما قلنا هي ذوق وفن بالنهاية ولكل شخص له ذوقه بهيدا الموضوع طبعا اكيد لانه بده انه يكون شخص حساس شخص يحب المهنة الورد الورد ما في أجمل منه يعني إنه حدا ما يتعامل مع الورد كتير رائع جدا وعلى الخبرة وعلى هيدي بيطلع معك كذا شغلة إنه بيصير ينسق الواحد ويصير يخترع كذا قصة وهلا إنه هيك اللي دارج هيدا الألوان وهيدا القصص هيدا تمام نحن اليوم اخترنا ألوان كتير حلوة قريبة للربيع اللي نحن عم نحكي كنا إنه هذا الفصل هيك بيتميز بالألوان الزهر والأبيض والخضار اللي موجود فيه أكيد بدنا نشكرك كتير على هيدي التنسيقات الحلوة اللي قدمت لنا إياها وعلى هيدي المعلومات عن الزهور وأيضا على المجففات يعني هلا عرفنا إنه نحن الورد بنقدر نجففه بكل أصنافه وأنواعه وقادر نحافظ عليه لسنوات كتير طويلة تمام. شكرا كتير لحضرتك لوجودك معنا اليوم ومنسق الزهور حسان سعد شرف كبير إني إجيت لعندك كانوا على قناة أغريت أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا نورت صباحنا شكرا لك وعلى هيدي الزهور الجميلة خليني.